السلام عليكم مريم، يلا انت جاهزه؟ عليكم السلام شيف عائشه. Yes, let's get started. عشان نسوي عطر مستلهم من قلب الثقافه القطريه نحتاج مكونات بسيطه. اذا مكوناتنا رشه من الفلفل الوردي، ورشه من الزعفران، ورشه من الهيل، والفانيليا. طبعاً هذا يعكس الذوق القطري. المهم تتخيل مستقبل أفضل. Thank you very much for your insight, Chef Aisha. I think I know where to take this from here. مع السلامة.